هذه القضية التي أنقلها مذكورة في كتاب التكامل، وحقيقة كتاب جدير بأن يقرأه الإخوة. يقول: كان هنالك موظفان في طهران قبل يمكن 80 عام 70 عام أقل أكثر، كان هنالك موظفان، وفي ذلك اليوم الحكومة التي كانت قائمة في ذلك الوقت منعت زيارة سيد الشهداء صلوات الله عليه، لأنها كانت تحارب الإمام الحسين وتحارب كربلاء وتحارب كل ما يتعلق بالإمام الحسين صلوات الله عليه. هذان الموظفان صمما على أن يزورا كربلاء رغم هذا المنع، فخرجا من طهران إلى الحدود، وما يتمكنون طبعا يطلعون من الحدود لأنه ممنوعين من ذلك، فاضطر إلى أنه يلتف حول الحدود، يروحون من طريق ثاني، طريق غير مسلوك، لكي يصل إلى هذه الغاية. يقول: ذهبا، ولكن 2 وحدهم ما يعرفون الطريق جيدا، تاها في الصحراء، وكلما أخذوا يمشون من هنا إلى هنالك ما وجدوا الطريق، ضاع عليهم الطريق. عطشا في تلك الصحاري اللي على الحدود، ماكو ماء. أحدهما اللي كان ضعيف البنية أضر به العطش وأضر به العطش وأضر به العطش إلى أن مات من العطش، والثاني اللي كانت قوة أكثر شاف صديق ميت، حفر له قبرا في تلك الصحراء ودفنه هنالك، واضطر إلى أن يعود، أخذ يعود من حيث توجه ووجد الطريق ورجع إلى طهران، وما تمكن أن يزور سيد الشهداء صلوات الله عليه. في ليلة من الليالي يرى في المنام صديقه منعم في بستان وسيع من بساتين الآخرة التي لا تشابه هذه البساتين الدنيوية. طبعا واحد يموت في سبيل زيارة سيد الشهداء، هذا معلوم، أجره عند الله وثوابه عند الله، ولكن الله تعالى في الحديث القدسي يقول: وعزتي وجلالي. مضمون الحديث، المعنى التقريبي للحديث، أن الله يشرف على أهل المحشر فيقول: وعزتي وجلالي لا يفوتني اليوم ظلم ظالم. إذا واحد ظلم أخاه ولو بغيبة واحد، الله لا يتجاوز عن هذا الذنب إلا أن يتجاوز عنه صاحبه. إذا تجاوز عنك الله يتجاوز، إذا ما تجاوز، إيذاء المؤمن محرم من الناحية الشرعية، الله لا يتجاوز عن ذلك. الزوج الذي يؤذي زوجته هذا محرم، والله لا يتجاوز عن ذلك. الزوجة التي تؤذي زوجها الله لا يتجاوز عن ذلك إلا أن يتجاوز عنها زوجها أو تتجاوز عن زوجته. في بستان واسع منعم بأنواع النعم، اجى سلم عليه، قال: شلونه؟ قال: الحمد لله، في خير، في عافية، في نعمة، في رفاه، ولكن أكو شيء واحد ينغص علي عيشي. شنو هذا الشيء؟ قال أنه في كل يوم تأتي هنالك عقربة من عقارب الآخر التي لا نفهم يعني شنو، أشياء نقولها ولكن واقعها أكبر مما نتصوره، وتلدغني هذه العقربة في رجلي وتنغص علي عيشي. هاي المشكلة الوحيدة اللي أعاني منها، أنا ما أعاني من شيء. يبدو خوش رجال كان، يبدو ما كان عليه شيء، ما كان عليه الذنب عند الله تعالى. فقال له صاحبه: ليش؟ لماذا هذه العقربة؟ قال: سألت عنها. اللي ليش؟ قالوا: هذه لحق واحد من حقوق العبيد عليك. في يوم من الأيام كنت رايح إلى بيت صديقك وتناولتم الفاكهة،
بعد ما طلعت كانت هنالك سكينة صغيرة، أنت أخذت هذه السكينة ووضعتها في جيبك ولم تعدها إلى صاحبها. أحياناً واحد يأخذ من المكتبة كتاب ولا يعيد الكتاب تماهلاً وتساهلاً، يأخذ من صديقه كتاب ولا يعيد، يطلب صديقه شيئاً ولا يعطي ذلك المال تسامحاً وتماهلاً، هذا مسؤول عند الله تعالى. ولم تعد هذه السكينة، يقولون هذه العقربة هي تلك السكينة التي أخذتها، والآن هاي السكينة موجودة في المكان الفلان من بيتي، روح إلى بيتي وأخذ هذه السكينة وأعطها لفلان عسى الله أن يخفف عني. قام من النوم، اجى إلى بيت صديقه، بحث في ذلك المكان، وجد تلك السكينة الصغيرة، أخذها، ذهب بها إلى صاحبها، أعطاه السكينة وطلب منه أن يسامح الميت، فقال سامحته. في ليلة أخرى رآه في المنام، قال الحمد لله أنا نجوت من هذا العذاب ببركة هذا العمل. الآن ما دام واحد يتمكن يتدارك، إذا عليه حق من الحقوق يؤدي ذلك الحق، إذا اغتاب مؤمنا يذهب إلى ذلك المؤمن ويستحله، إذا تكلم على مؤمن يروح يسترضي، إذا ما يقدر يسترضي أكو محذور في استرضائه لأنه يولد فتنة مثلا، يستغفر الله له ويستغفر الله لنفسه.